بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة تغيير حجم الخط ونوع الخط في متصفح موزيلا فايرفوكس إلى التفاصيل. بعد فتحنا لمتصفح موزيلا فايرفوكس نتوجه لأعلى إلى الثلاث خطوط، نقوم بالضغط عليها، وبعد الضغط عليها نتوجه إلى الخيارات، نقوم بالضغط على الخيارات، وبعد ضغطنا على الخيارات نتوجه إلى أقصى اليمين، ومن ثم نقوم بالضغط على المحتوى. بعد ضغطنا على المحتوى أمام الخطوط والألوان، طبعا سوف تجد متقدم، تقوم بالضغط على متقدم، وبعد ضغطك على متقدم في الأعلى تقوم باختيار اللغة. سوف نختار اللغة العربية، وبعد اختيارنا للغة العربية تجد هنا نوع الخط، هنا تايم نيو رومان، تقوم بتغييره إلى أي خط تشاء مثلا، ومن ثم تقوم بالتوجه إلى الحجم أو حجم الخط وتقوم بتغييره. هنا في 16 نقوم بتغييره إلى أي حجم مثلا 56، وبعد ذلك نقوم بالضغط على حسنا، وبعد ضغطنا على حسنا وإيقاف تشغيل أو إغلاق المتصفح موزيلا فايرفوكس، وبعد فتح المتصفح موزيلا فايرفوكس مرة ثانية سوف نتحصل على التغيرات. بعد فتح المتصفح نقوم بالبحث على أي شيء وليكن الحاسوب، وكما تشاهدون تم تكبير الخط بالقدر الظاهر. إلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.